في هذا الفيديو غنتعرفوا على المواهب الرائعه والمواهب المبهره ديال قريوده في تختار الهضره. هذاك الشيفور اللي مركبو حداك النار كامل هو يمعكفك، دير خير غير في راسك بعدا ودير خير في قز زيبسك. كيقول اخوتي الشاعر حافظ ابراهيم: الام مدرسه، اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. وحنا غنشوفوا قريوده اشنو كدير لنا في هذه الحياه، واشنو عدات لنا في هذه الحياه، ومن غير انها خرجات على بنتها ولعبات في الشرف ديالها والكرامه ديالها بسبب الفلوس والطمع والجشع، وفي الاخر مشات للحبس بسببها. غنشوفوا اخوتي مع بعضياتنا في هذا الفيديو الخنز والوسخ حاشاكم اخوتي، والدناءة والميكروب والافكار الشاده. ياك سارتني بنتي برزاقها، الحمد لله، الف حمد والف شكر، الله يخليها ليا، الله يخليني تاج فوق راس بنتي. واش فهمتي الديوتي اللي تيركبوا عليك الرجال تما في تركيا وفي دبي وفي زيد وزيد وفي زيد، وداير دوك البزازل السيليكون شي نهار يطرطقوا، الله يطرطقوا عليك. ضرب عليك الدكاديه راه خشيت نبقى نخسر هضره، وحق الله العلي العظيم اللي مازال كتنشر لنا في المجتمع وكتاثر على العقول الضعيفه. لانه كنشوف انا في التعاليق بعض المتتبعات وتم متتبعين، خاصه غنهضر على الفئه ديال العيالات النساء، تيقولوا لها وقريوده ضحكتينا، وقريوده بردتي لنا قلبنا. راه انت كتدي معاها الذنوب في ديك الهضره اللي كتسمعي، ودنك غدا امام الله غيشهدوا عليك بانك كنتي كتسمعي الهضره الخايبه وباركه تتكركري وكتضحكي. السلام عليكم خوتي ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معز عليكم؟ صحيحتكم مزيانه؟ المورال ديالكم مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. وما تفوتنيش الفرصه خوتي باش نشكركم جزيل الشكر وحق الله العلي العظيم على الدعم ديالكم وعلى التعاليق ديالكم وعلى الدعوات الزوينين ديالكم معايا ومع الوالده بالشفاء العاجل. الله يسهل عليكم والله يحفظكم والله ينصركم يا ربي، الله يشافي لكم تنتوما الامهات ديالكم. وكنقرا حتى بعض التعليقات ديال بعض المتتبعات اللي كيطلبوا المتتبعين يدعوا معاهم بالشفاء. الله يشافيكم من هذا المنبر والله يقعد وسادكم والله يعطيكم صحيحتكم، الله يحفظكم ليا ويسهل عليكم فاش ما حطيتوا يديكم يا ربي. المهم اخوتي غندخل معاكم مباشره في صلب الموضوع كما العاده. وقبل ما نبدا هذا الفيديو يعطيوني لي لايك ديالكم، الله يسهل عليكم والله يحفظكم والله ينصركم يا ربي على من عاداكم، والله يسهل عليكم فاش ما حطيتوا يديكم فرحوني بلايك، حطي صبيعك على ديك اليديده الصغيره وغتفرحيني، الله يفرحك دنيا واخره يا ربي. المهم اخوتي كما لاحظتم خلال العنوان غنهضروا على قريوده والجعره اللي جعلات مؤخرا. كلكم غتكونوا لاحظتوا بطبيعه الحال السيده جعرات مؤخرا وركبها السعر، ولات كتعاطى مع ولد الشينويه عاوتاني رجعات باش كتطلع المشاهدات، لانه هو راه ما داير ليها والو وما بقاش كيهضر عليها. وانت يا الوليه يا القويويد، شوفوا الكذوب اخوتي، الناس اللي كيدعموها والناس اللي كيجيو من جهتها كيقول لك لا قريوده الله يعمرها دار، لا قريوده الطاقه الايجابيه، لا قريوده ما كتخسرش الهضره. شوفوا الكذوب ديالها اخوتي والنفاق والبهتان، وبركه كتنز على المتتبعين حيتاش لقات قلبهم ابيض، حيتاش لقات باقه فيهم النيه الزوينه. اما والله العظيم حتى كلشي خرج من عندها والله العظيم اخوتي. ويلا لاحظتوا اخوتي دارت حتى لصوفيا طالوني السيد نصو مرا نصو راجل، نهار مشينا لتركيا خوتي فاش بغا يسلم عليا وتخلعت، اقسم بالله حتى تخلعت، جا معنقني هاكا هاو داير هادوك البزازل وانا قصتهم بحال هكا، هذاك الشيء كثير عاد خوتي اقسم لك بالله، بحال داير النفاخات وفيهم الماء هكا كثير عاد هذاك الشيء هكا. قلت ليه يا لطيف يا لطيف يا لطيف، قلت ليه شنو هذا الشيء؟ قال لي يا ويلي حريدة البزازل، قلت ليه نعرات الله عليك. بدات كتجبد شي اخبار وشي تخربيق وشي تفاهات اللي دازت عليهم اكثر من عامين، فاش كانت مشات هي وبنتها لعندو على اساس باش دير هوليود سمايل وبنتها دير تكبير الصدر. وتخيلوا معايا اخوتي بركه كتقول البزازل بهذه الكلمه، كلمه اللي شويه كتخدش نوعا ما بالحياء ديال الناس، بركه كتقولها هكا عيني عينك في بلاصه ما تقول الصدر، على الاقل تقولي غير الصدر باللغه العربيه، والصدر راه كيتقال حتى بالدارجه المغربيه غير احتراما للناس اللي كيتفرجوا فيك واحتراما المغاربه، بركه كتقول بحال هكا البزازل. وانا غنحط لكم المقطع، ما عندهاش اخوتي الكماره علاش تحشم بالكل، الله يحضر السلامه وخلاص. ندير البزازل ماما ما بغاتش،
عمرك وقف بالحليب ولي حزب دم شدوني لانطي بفوق العودان احبامي وحبامي. والقضية اخوتي ما حبساتش غير عند تخسار الهضرة، ما حبساتش بانها ما حشماتش على السن ديالها، امرأة اللي داخلة الستينات راه ماشي باقا صغيرة، راه عندها كدا و50. نضرب عليك الدكة، دكة مغربية حرة غرة، كيتك الشمات اللي يركبوا عليك الرجال راه تكوز تعطي قاعك. لا حول ولا قوة. ونزيدكم اخوتي، السيدة بدات كتعير الدين قريودة اخوتي، وصلت بها الوقاحة انها كتطاول على الدين، كتعير الدين اخوتي اللي هو اسلامنا اللي هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء كامل على قبل الادسنس. ما عارفاش انه راه في ثانيه وحده يقدر الله يغبرها من هاد الدنيا في ثانيه وحده. يعني اخوتي بغض النظر على بعض الامور اللي خايبين بطبيعه الحال تلفظات بهم وكديرهم في الفيديوهات ديالها مؤخرا باش تطلع المشاهده، هادشي كنا فاهمينه، ولو انا متاكد انكم حتى نتوما ضد هالطريقه اللي ولات كتستعمل قريوده مؤخرا باش انها طلع نسب المشاهدة، لأن هذا الشيء راه كيأثر على ناس أخرين، لأنه كما قلت لكم أخوتي كاينة واحد الفئة اللي كبيرة شي شوية متبعة قريودة من العقول الضعيفة، ناس يعني مستوى فكري ومستوى دراسي محدود، منين غيسمعوا قريودة أنها كتخسر الهضرة ما مرة ما جوج، هذاك الشيء راه أوتوماتيكمون كيتبرمج لهم في اللاوعي ديالهم. يعني غدا ولا بعدو أخوتي هذيك السيدة اللي كانت متبعة قريودة تلقى راسها هي بلا ما تشعر ولات كتخسر الهضرة في قلب الدار، ولادها تا هما غيسمعوها كتخسر الهضرة الهضره، غيتاثروا بها، غيبداو يخسروا حتى هما الهضره، غيولي عندنا اخوتي واحد المجتمع اللي منحرف، واحد المجتمع اللي مسخ شي شويه، والسبب هو هاد المؤثرين اللي ما عندهم حتى شي مستوى فكري، حتى شي مستوى ثقافي، حتى شي مستوى دراسي، غير طالعين هكاك فاتحين القنوات، وكيلقاو الناس كما قلت لكم واحد الفئه اللي العقول ديالها شويه ضعيفه، فئه اخرى قلب ديالها كبير كتبغي التعاون، وفئه اخرى اللي كتعاطف، ولكن في اخر المطاف هذا الشيء راه كيكون عنده نتائج وخيمه على هاد الاجيال اللي طالعه اخوتي، نتائج وخيمه على التربيه ديال الوليدات الصغار خاصه المراهقين، وهذا الشيء اخوتي كيؤدي للانحلال الاخلاقي. اما بالنسبه اخوتي لذاك الفيديو اللي كانت عيرات فيه قريوده الدين، والله القسم الا قلبت عليها اخوتي تقريبا في 6 الفيديوهات الاخرين اللي حطاتهم باش تشوفوا شحال ديال التمارا كنضرب معاكم هكاك باش تكون المصداقيه، باش يكون المصدر، باش تكون الامور زعما كما هي هذيك اخوتي، ولكن ما لقيتوش. واللي فهمت هو انها حذفات هذاك الفيديو، لانه من بعد كان طلع ريب الفم في اليوتيوب وقال بان قريوده راه كانت كتعير الدين في واحد الفيديو، لانها حتى هي راه كتبعو مره وكتشوف اشنو كيقول عليها. ولكن غير الهضره اللي حطيت لكم في هذا الفيديو راه كافيه بزاف باش نعرفوا المستوى ديال هذيك السيده، ونعرفوا الاخلاق الفاسده ديالها، ونعرفوا العقليه المسخه ديالها كيفاش كتفكر، والاكثر من هذا كله نعرفوا كيفاش يمكن كانت غتربي لنا واحد الانسانه اللي فاعله في المجتمع، واحد الانسانه اللي عندها دور في المجتمع. فلكل هاد الاسباب اخوتي اللي شفنا مع بعضياتنا في هذا الفيديو راه عطاتنا للاسف واحد النموذج اللي هو نادى حسي، للاسف فاسد، للاسف كيقلب على الفلوس باي طرق سهله بطبيعه الحال، ما كاين كرامه، ما كاين شرف، ما كاين عفه، ما كاينه شي حاجة. والمصيبة العويصة هو أنه كاينة بنيته صغيرة ملائكة تهي باركة حدا قريودة أخوتي تتسمع في الهضرة الخيبة. تبارك الله، اوه الله على بنيتي، ديري لهم باي باي. اج وكتسمع داكشي غير من الصمت لتحت، وتا هي غدا ولا بعدو تقدر تتأثر بالأخلاق الفاسدة ديال الجدة ديالها إلى ما تعتقاتش. المهم اخوتي كنشكركم بزاف على المتابعه، وبهذا القدر كنكون وصلت معاكم لنهايه هذا الفيديو. كاينين بزاف ديال المقاطع اخوتي في الفيديوهات ديال حريوده اللي كيخشدوا باداب المغربي وباداب المغاربه ككل، كمجتمع محافظ، كمجتمع اسلامي، كمجتمع اللي كنربيو وليداتنا من المفروض على القيم النبيله وعلى الاخلاق الفاضله الى اخره. وعلى ما بان لنا اخوتي ان قريوده راها مازال ما استفدات من الاخطاء ديال بنتها ومن ديال نزار، اللي هي بفمها قريوده اخوتي واحد النهار كانت كتقول بان نزار جابها ليه غير فمه، وما شتيش الا داروا عليك واحد 6 ولا 7 ولا 10 الشكايات على ديك الهضره الخايبه اللي باركه كتخسري في الفيديوهات، وباركه تعير في عباد الله، وباركه كتجبدي في شي حوايج اللي حشومه يتقالوا في قناه كبيره في شين بوبليك بهذيك الطريقه.
واش في نظركم اخوتي واحد السيده اللي كتهضر بهاد الالفاظ واللي كتخسر الهضره بهاد الطريقه واللي ما دايره اعتبار حتى شي واحد لا الصغير لا الكبير لا حتى شي حاجه، واش غنترجعوا فيها الخير اخوتي؟ واش غنتظروا منها انها غتعطينا نموذج صالح وغتعطينا واحد النموذج اللي فعال، واحد النموذج اللي متمدرس، واحد النموذج اللي مربي في المجتمع الى اخره؟ طبيعة الحال ما كانت غتعطينا إلا واحد النموذج اللي فاسد، واحد النموذج اللي كيشوف الفلوس في الحياة هما كل شيء. ولو ماشي مشكل أن بعض المرات الواحد يشوف الفلوس على أساس أنهم هما كل شيء في الحياة، غير الطريقة باش نجيبهم بها تكون طريقة مشروعة وطريقة حلال. كنشكركم مرة أخرى أخوتي جزيل الشكر، عائلتي وصحابي وحبابي، الله يطول عمركم، الله ينصركم، الله يخلي لكم كل ما عز عليكم. كنتمنى يكون هذا الفيديو ديال اليوم عجبكم، أعطيوني الآراء ديالكم ولي لايك ديالكم، نتلاقاو في فيديو جديد عما قريب، ونتمنى نلقاكم إن شاء الله في أتم الصحة والعافية، وتنتم تلقاوني بصحيحة مزيانة يا ربي.